السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في سهل وبسيط مع عمولة بقدم لكم طريقة الكريب. الأول نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعايا المقادير: كوباية ونص من الدقيق، تمام، ومعايا كوباية لبن، ومعايا فانيليا، ومعايا 2 بيضة، ومعايا بشر برتقال، ومعايا معلقة ونص كبيرة سكر. هناخد كل المقادير دي ونحطها في الخلاط معاكم. البيض وحطيت معاه بشر البرتقال، هنزل معاه الفانيليا، تمام، وهنزل بالمعلقة ونص سكر معاهم. بعد ما ضربت البيض هنزل بكوباية اللبن في الخلاط معاكو، تمام، وهنزل بالدقيق كوباية ونص زي ما قلنا دقيق، وهضربه كويس. بعد ما ضربت الخليط في الخلاط وده بقى شكله معاكم، تمام، والسيولة بتاعته بالمنظر ده. لكم تاني ودهنت الطاسة زيت معاكم، وبعد كده هحط الكريب معاكم ان شاء الله، كمية مناسبة كده على قد الطاسة، و بتتفرد لوحدها ان شاء الله كده، تمام. الطاسة بتاعتي عشان سخنة جدا فيعني بتسوي بسرعة. حطيت كريباية على الوش التاني وهيبقى كل الوشوش لونها بالشكل ده. كل ما انا عن نفسي انا بحب اسويها كويس قوي، بتبقى طعمها حلو. يعني انا لما بسويها كده بتبقى طعمها حلو، عايزه اطلعيها افتح من كده، تمام. هكمل كل الكميه وارجع لكم باذن الله. ده حبايبي بعد ما خلصنا الكميه كلها، عايزه اقول لكم طري وجميل جدا، مش هتندموا لما تعملوا الوصفه دي. وما تنسوش تحطوا بشره البرتقال لانها بتدي له ريحه جميله جدا، ويا ريت الفانيليا تكون سايله، او اللي ما بيحبش السايله يعمل يجيب فانيليا عاديه عادي، تمام. انا دلوقتي هوضب الحشوات واجي لكم تاني. ظبطت الحشوات اهي، عملت موز وعملت فراوله، وعندي مربى الفراوله اللي عملتها معاكم قبل كده، وعندي صوص شوكولاته. انا بعمل نوتيلا في البيت بس دلوقتي مش متاحه عندي، ان شاء الله بقى اعملها معاكم. جبت صوص من بره بتاع اطفال، شوكولاته اطفال عاديه جدا، تمام، ومش غاليه قوي. المهم وعندي قرفه، كل ده هنحشي بيه الكريب. على حسب بقى كل واحد في العيلة، وفي ممكن تحطي عسل ابيض، وممكن تحطي مربى التين، اي مربى عندك زي ما اي حد بيحبها، تمام. هظبط الحشوة وهوريكوا شكل الطبق النهائي عامل ازاي. قلتلكوا تاني حبايبي بعد ما زينتها على قدي اهو بالشكل ده معاكو، تمام. وحاجة سهلة وجميلة بالليل تعملوها للأولاد، حلو ومغذي، أو في الفطار، تمام. بس تحشوا مربى، تحشوا شوكولاتة، تظبطوا كده زي ما أنا عملت، تمام. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة حبايبي، وأسيبكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.